النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي مع فيروز مكي. أهلا بكم في نشرة السادسة مساء من قناة النادي الأهلي وإلى العنوان. بلغ للنائب العام من أعضاء عمومية الأهلي ضد حطب. ما لم بيخوض أول تدريباته مع الأهلي. والأهلي يخوض ميرانه الأخير غدا استعدادا للطلائع. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. تقدم مجموعة من أعضاء النادي الأهلي بلاغ للنائب العام رقم 10260 بتاريخ 7 سبتمبر للعام 2017 ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية بعد رفضه اعتماد مشروع اللائحة الداخلية للنادي. واستند أعضاء الأهلي إلى أن هشام حطب تجاهل إرادة الجمعية العمومية للنادي وأعلن بطلانها واعتمد اللائحة الاسترشادية كلائحة نظام أساسي للنادي الأهلي دون إبداء الأسباب والتي دفعت اللجنة الأولمبية لاتخاذ هذا القرار. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف وائل عوض المحامي وعضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي. أستاذ وائل أهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ هانم، إزيك وإزاي حالك؟ كله كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. أستاذ وائل في البداية احكي لنا عن البلاغ اللي تقدم به أعضاء الجمعية العمومية ضد هشام حطب بخصوص تطبيق اللائحة الاسترشادية بعد انعقاد عمومية الأهلي واتخاذ القرار والتصويت على اللائحة الداخلية للنادي. هو الموضوع البلاغ بيتلخص في شقين، شق يخص اعضاء زايد وشق يخص الاجتماع الخاص. الاجتماع يعني نبتدي بالاجتماع الخاص. الاجتماع الخاص اللي ابطله هشام حطب هو اجتماع صحيح 100%، لانه يتفق مع صحيح القانون، وطبعا هو ابطله بدون ادنى اسباب، وهذا الابطال غير قانوني لانه لا يستند الى واقع من صحيح القانون. بمعنى بسيط فيروز هانم، دلوقتي التدرج المفروض الدستور هو اعلى حاجه، يليه القانون يليه اللائحه. على سبيل المثال مثلا، وكنت لسه في حديث مع زميلي واخي المستشار عمر الفاروق وهو عضو جمعيه عموميه برضه، بنقول ان لائحه مثلا زي لائحه نادي الزمالك تضمنت الانتخابات على يومين، اذا وقبلها قابلتها اللجنه الاولمبيه ونفذتها وما فيش اي مشاكل. طب يبقى اذا ما فيش مشكله اهو، اذا اللائحه اذا في قانونيتها لا يجب الا تخالف القانون اللي هو اعلى منها درجه. طب يبقى اذا اهو الدنيا تمام والدنيا ماشيه زي الفل، طب اشمعنى في النادي الاهلي لا؟ اذا هناك حالة تربص فيروز، يعني حالة تربص واضحة ومكتملة الأركان بإبطال الجمعية الخاصة ولا غضاضة. وإحنا بنقول يعني أنتوا لما حتى تيجوا تتناولوها في وسائل الإعلام ما تقولوش جمعية، هي القانون قال عليها اجتماع خاص. اجتماع خاص بيخرج به من كل القواعد القانونية الخاصة بالجمعيات العمومية، يا دوب القيد الوحيد او الشيء المراد باللجنه الاولمبيه القيام به هو تحديد النصاب اللازم للانعقاد وتحديد النصاب اللازم للموافقه على القرارات. فاذا هذه حاله من التربص الواضح من السيد هشام حطب بالنادي الاهلي وبطلان جمعيه وبطلان اللي هو يعني لم حتى يخطرنا به، وسارع بنشر اللائحه الاسترشاديه وجعلها اللائحه الرسميه للنادي الاهلي، وده مش هيحصل ان شاء الله،
ونحن في حالة تصعيد مش بس بلاغ للنائب العام، وهناك من الإجراءات ما إن شاء الله سوف يرضيه ويرضي كل من يعاند بدون سند من القانون. ده بالنسبة فيما يخص الشق بتاع الاجتماع الخاص. نعم. الشق بتاع أعضاء زايد، إحنا يا فندم كأعضاء زايد أنظرنا مرة واثنين وثلاثة أن هناك أحكام قضائية تخص نادي الزهور وتخص النادي الأهلي. هذه الأحكام نعتت المادة اللي بتمنع الأعضاء من التصويت وحضور الجمعية العمومية بأنها جمعية غير مشروع، بأنها آسف مادة غير مشروعة. طيب إذا أنت على أي أساس بتعيد هذه المادة ذاتها في اللائحة الاسترشادية؟ يعني أنت إيه مصلحتك، ولا هو مصلحة طلب منك أن أنت تنفذها؟ فيروز هانم، يعني في حاجات علامات استفهام كتير احنا يعني قلناها بالطرق القانونية وقلناها في وسائل الإعلام وقلناها بكذا طريقة، إلا أننا لم نتلقى عليها إجابة، فليتكن الإجابة من سيد حطب أمام السيد معالي المستشار النائب العام إجابة قانونية يبرر بقى موقفه. ويعني أنا بأكد تاني لحضرتك والجميع المستمعين والمشاهدين أننا كأعضاء النادي الأهلي لن نسمح بمس حجر واحد من كيان النادي الأهلي مهما تكلف الأمر. شوفوا بص تاني أنا بقول أهو عشان الجميع يسمعني، لن نسمح ان حجر واحد من هذا الكيان اللي كان هو وجهة من وجهات جمهورية مصر العربية انه يمثل وسيدنا وسيدهم القانون. ويعني الايام جاية وان شاء الله في خطوات اكثر من هذا بكثير. نعم، وهو القانون ذاته كمان اللي بيحمي حق نادي الاهلي في اقامة جمعيته العمومية على يومين، خاصة ان القانون يعني لم يجرم او يحكم ببطلان الجمعية العمومية في اي نص صريح في حال اقيمت على يومين. طب استاذ وائل، معلش هصحح حضرتك تاني، احنا الاجتماع الخاص. ايوه الاجتماع الخاص، اتفضلي. طيب استاذ وائل، ايه تأثير تطبيق اللائحة الاسترشادية على الانتخابات اللي جاية؟ طيب جميل، سؤال جميل، وانا يعني بحييك عليه. في هذا الاثر، بص حضرتك اللائحة الاسترشادية دي جواها حاجات مش هتظهر الا بالتطبيق العملي، يعني اثارها والمدمرة مش هتبان الا بالايام وبالممارسه العمليه، والعضو عضو الجمعيه العموميه هيشعر ان هو مقيد قيود غير طبيعيه. طيب هي ليها اثر فوري وده اللي انا حذرت منه. دلوقتي حضرتك لما هو يعيد نفس صياغه الماده اللي بتمنع عضو الفرع ومنهم اعضاء النادي الاهلي فرع الشيخ زايد من الحضور والتصويت والكلام ده كله، وفي ظل وجود حكم من القضاء الإداري حكم نهائي واجب النفاذ، إذا كل الجمعيات القادمة، وطبعا أنت عارفة حضرتك أن أول جمعية قادمة هي جمعية اللي هيكون فيها الانتخابات. نعم. اللي يجب أن تتم قبل 30 نوفمبر القادم. نعم. أستاذ وائل، يبدو أننا فقدنا الاتصال بأستاذ وائل عوض المحامي وعضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي. طيب بالعودة للأخبار من جديد، وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الأحد المقبل في الجولة الأولى للدوري. اكتفى صالح جمعة بأداء بعض التدريبات العلاجية للتعافي من الإصابة في العضلات الضامة والتي تعرض لها مع المنتخب الوطني عقب المشاركة في مباراة أوغندا. وغاب مؤمن زكريا مهاجم الفريق أيضا بسبب الإصابة بشرخ في إصبع القدم، ويخضع اللاعب لفحص طبي يتحدد على إثره موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية.
شارك اللاعب كماني مالامبي مهاجم الأهلي الجديد والمنضم لنادي بيتفاستا الجنوب أفريقي في تدريبات الفريق الصباحية اليوم للمرة الأولى. واستقبله حسام البدري المدير الفني واللاعبون ورحبوا بزميلهم الجديد قبل المشاركة في التدريبات الجماعية. عاد اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول إلى القاهرة أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم. وشارك وليد في تدريبات الفريق الصباحية اليوم استعدادا للقاء طلائع الجيش يوم الأحد المقبل. يخضع التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي غدا السبت لكشف طبي لتحديد إمكانية مشاركته في الميران الجماعي من عدمه. وكان معلول قد تعرض لكدمة قوية في إصبع قدمه عقب مشاركته مع منتخب التونسي أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وأدى معلول بعض التدريبات العلاجية على هامش ميران الفريق صباح اليوم. يختم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة مساء غد السبت على ملعب مختار تتش بالجزيرة. ويختار المدير الفني للفريق حسام البدري قائمة الفريق والمرشحة للدخول في المعسكر المغلق استعدادا لملاقاة فريق طلائع الجيش في 8:15 مساء الأحد المقبل على ملعب استاد السلام. للمزيد من التفاصيل حول استعدادات الأهلي لمواجهة طلائع الجيش ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الزميل أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أمير أهلا بك. أهلا بك يا فيروز وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. أمير في البداية إيه هي آخر استعدادات الفريق بالنسبة لمواجهة طلائع الجيش؟ طبعا خلال الفترة دي الفريق بيستعد بمنتهى القوة لبداية بطولة الدوري العام في أول مباراة أمام فريق طلائع الجيش، بالتالي استعدادات أكيد استعدادات قوية خصوصا أن بعد هذه المباراة مباراة أكثر أهمية وهي مباراة الترجي التونسي. لكن خلينا نتكلم عن مران الفريق النهارده، كان الساعة 9 الصبح مران يمكن ما كانش فيه نواحي بدنيه كبيره لكن شارك معظم لاعبي النادي الاهلي بشكل جيد جدا من خلال بعض التدريبات البدنيه الخفيفه وايضا بعض تدريبات الكره، وايضا النهارده خلال المران كان فيه تدريبات من الجهاز الفني للاعبين على التسديد على المرمى. مع نهايه المران كان فيه تقسيمه من ثلاث فرق قسمهم الكابتن حسام البدري وجهازه المعاون، ويمكن جميع لاعبي النادي الاهلي شاركوا بشكل جيد جدا، ويمكن تالق النهارده بعض اللاعبين في التقسيمه زي حسين السيد وعماد متعب واسلام محارب، يمكن ادوا تقسيمه بشكل جيد جدا. بشكل عام لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير جدا سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه لبدايه بطوله الدوري. وخليني اقول لك برضه يا فاروز ان كابتن حسام البدري خلال حديثه مع اللاعبين اكد على اهميه دايما البدايات تكون قويه عشان تدي دفعه مميزه للفريق في مشواره نحو الحفاظ على بطوله الدوري ونحو طبعا تحقيق البطوله رقم 40 كبطوله دوري عام بالنسبه للنادي الاهلي. ده يمكن شيء مهم جدا، خلاص النادي الاهلي بيحاول من خلال البطوله دي يكون موجود النجم الرابع على تيشيرت النادي الاهلي كالبطوله رقم 40، وده اللي مركز عليه الجهاز الفني واللاعبين خلال الموسم ده. فبالتالي البدايه اكيد ده مهمه جدا، ده من خلال كلام كابتن حسام البدري. طيب مع اللاعبين. نعم طيب امير، هل يدرس كابتن حسام البدري اراحه بعض الدوليين من الاجهاد؟ وارد جدا كابتن حسام البدري يريحهم، خصوصا زي ما قلت لك يا فيروز ان احنا يوم 16 عندنا مباراه مهمه جدا جدا في استاد برج العرب هنا، اول مباراه امام فريق الترجي التونسي في دور الثمانيه، وهي اكيد بطوله مهمه جدا جدا للجهاز الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي. بالتالي كابتن حسام البدري وارد جدا ان هو يريح بعض العناصر الدوليه اللي شاركت سواء في مباراتي اوغندا سواء هناك في اوغندا او هنا في القاهره. ده شيء اكيد وارد جدا من قبل كابتن حسام بدري، وطبعا هيترتب على الحسابات الخاصه بالجهاز الفني ككل في خلال مباراه الجيش. خليني اقول لك برضه يا فاروز ان الجهاز الفني واخد مباراه طلائع الجيش كبروفه
قوية وهامة جدا قبل بطولة أو قبل طبعا مباراة الترجي الكونتي إن شاء الله يوم 16. لكن في المقابل برضو يعني خليني أقول لك يمكن في بعض اللاعبين خلاص تم الاستقرار بنسبة كبيرة إن هم مش هيخوضوا هذه المباراة، سواء مؤمن زكريا اللي عنده إصابة بشرخ في أحد أصبع قدميه، أيضا بالنسبة لعلي معلول عنده كدمة في فخذ القدم خلاص بنسبة كبيرة أيضا مش هيشارك في مباراة طارق عجيش، هيتم تجهيزه بشكل أكبر لمباراة الترجي إن شاء الله. صالح جمعة عنده إجهاد عام وبالتحديد في العضلة الضمة، أيضا خلاص بنسبة كبيرة جدا مش هيشارك في مباراة طارق عجيش، هيتم تجهيزه لما هو أهم وهي مباراة الترجي. في المقابل من الوارد جدا يشارك يشارك وليد أزارو مهاجم المنتخب المغربي، يمكن وليد ما شاركش في أي مباراة مع المنتخب المغربي خلال تصفيات كأس العالم، آخر مباراتين هما مباراتي مالي في تصفيات كأس العالم ما شاركش هو ولا دقيقة تقريبا، بالتالي هو جاهز ما عندوش أي إجهاد ولا حاجة. النهارده بان كان أول مران دي بعد العودة من بلاده، أدى مران بشكل جيد، وارد جدا يبتدي بيه كابتن حسام البدري مباراة طلائع الجيش. نفس الحال بالنسبة لهشام محمد، كابتن حسام بدري برضه عايز يدخله أكيد في الأجواء عشان يبقى جاهز لبطولة أفريقيا سواء هو أو أحمد الشيخ، وهم طبعا مقيدين أفريقيا مؤخرا مع النادي الأهلي. بشكل عام كل الفريق إن شاء الله جاهز لبداية هذا المشوار فيروز، مشوار بطولة الدوري، ومن ثم أيضا التركيز في مباراة ترجي التونسي. أكيد كل التوفيق الفريق الأول. أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا لي، كنت معي عبر الهاتف. بعد توقف ما يقرب من 50 يوم تنطلق اليوم النسخة رقم 59 للدوري، حيث يسعى الأهلي للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي والدرع رقم 40. إليكم التفاصيل في التقرير التالي، نتابع. ساعات قليلة وتنطلق النسخة رقم 59 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وسط توقعات بمنافسة ساخنة على القمة وللهروب من شبح الهبوط في ظل بحث النادي الأهلي عن الاحتفاظ باللقب ومحاولة أغلب الأندية لتدعيم صفوفها بصفقات مميزة. وشهد سوق الانتقالات قبل انطلاق الدوري عدة صفقات خطفت الأضواء، خاصة مع فتح باب القيد للاعب أجنبي رابع بخلاف معاملة اللاعبين السوريين كمصريين. واحتفظ 11 فريقا بمدربيه، بينما قامت 7 أندية بتغيير المدير الفني على رأسها الزمالك ومصر المقاصة وسموحة والإسماعيلي. كما يشهد الدوري هذا الموسم وجود 3 مدربين أجانب هم الفرنسي سباستيان ديساير مع الإسماعيلي، والمونتينيغري نيبوشا مع الزمالك، والتشيكي اشتراكا مع سموحة. ويدخل الأهلي مسابقة الدوري بحثا عن الفوز باللقب رقم 40 في مسيرته، خاصة أن الفريق الأحمر يملك كل عوامل الاستقرار لتحقيق النجاح، وذلك في ظل الاستقرار ببقاء المدير الفني الكابتن حسام البدري في منصبه وتدعيم الصفوف بصفقات سوبر. بالعودة للأخبار من جديد، صرح اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن دخول مباراة طلائع الجيش الأحد المقبل سيتم ببطاقة دخول المباريات والتي أصدرها النادي الموسم الماضي. وأضاف شمس أن الصحفيين والمصورين ورجال الإعلام والتلفزيون وشركات الرعاية وجميع الفئات والتي يحق لها دخول المباراة من حقهم دخول لقاء الجيش بالبطاقات القديمة لحين إصدار البطاقات الخاصة بالموسم الجديد. أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه أحال خطاب النادي الأهلي والذي يطالب فيه بزيادة أعداد جماهيره في مباراة الترجي يوم 16 سبتمبر الجاري بدور 8 ببطولة دوري الأبطال الأفريقي إلى الأمد.
أضاف أسوي لما أن خطاب الأهلي تضمن زيادة أعداد الجماهير في مباراة الترجي من 20,000 متفرج ل 60,000 متفرج نظرا لقوة وصعوبة المباراة، مشيرا إلى أن الأمن سيرسل الرد على طلب الأهلي خلال 48 ساعة المقبلة سواء بالموافقة أو بالرفض. حدد مسؤولو نادي الترجي التونسي يوم الخميس المقبل موعدا للوصول إلى القاهرة لخوض لقاء الذهاب بدور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، والمقرر لها 7 مساء يوم 16 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية. ويلعب الفريقان مباراة الإياب في تونس يوم 23 سبتمبر الجاري. اتحاد الكرة، حيث وافقت الجهات الأمنية على حضور 60,000 متفرج لمباراة مصر أمام الكونغو في الجولة 5 من التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم، والمقرر إقامتها في 8 أكتوبر المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، إلى جانب 10,000 دعوة لاتحاد الكرة. يتصدر المنتخب الوطني مجموعته برصيد 9 نقاط، بينما يتذيل منتخب الكونغو المجموعة برصيد 1 نقطة. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوفر الإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين والمقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب منتصف سبتمبر الجاري استعدادا لمباراة الكونغو في الجولة 5 من التصفيات الأفريقية والمؤهلة لكأس العالم. من المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب في 2 أكتوبر المقبل ويستمر حتى موعد المباراة يوم 8 أكتوبر. ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة عودة هاني أبو ريدا رئيس اتحاد الكرة من اليونان يوم الاثنين المقبل لتحديد موعد اجتماع المجلس لمناقشة عدد من الملفات المهمة، أبرزها برنامج إعداد المنتخب الأول لمواجهة الكونغو يوم 8 أكتوبر المقبل ضمن الجولة 5 من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. ويناقش المجلس في اجتماعه المقبل مناقشة آخر تطورات مشروع لائحة رابطة الأندية المحترفة. كان أبو ريدا قد غادر القاهرة أمس الخميس في طريقه إلى اليونان لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته بعد انتهاء مبارتي المنتخب الوطني أمام أوغندا بالتصفيات المؤهلة للمونديال. وإلى متابعة أخبار أندية الدوري، حيث حصل نادي الأسيوطي على توقيع البوركيني موسى داو لاعب النادي المصري رسميا في صفقة تمت قبل اللحظات الأخيرة من غلق باب القيد ليصبح آخر الصفقات في الدوري. وقع اللاعب بحضور وائل حبيب المشرف العام على الفريق، وتم إرجاء دفع المبلغ والمقرر بالصفقة إلى الأحد المقبل نظرا للعلاقة الطيبة والتي تربط الناديين.
كان الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي قائمة تضم 20 لاعب استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا السبت في الجولة الأولى للدوري. واستبعد الجهاز الفني ثنائي الزمالك السابق والمنضم للفريق أحمد دويدار وإبراهيم عبد الخالق من قائمة الفريق والتي ستسافر إلى الإسكندرية ظهر اليوم الجمعة. وتواجد الخماسي الجديد وهم الحارس محمد فوزي إضافة إلى المهلي موسى كمارة محمد صادق وأسامة كاجو إضافة إلى لاعب خط وسط الفريق عمر جمال. يخوض الثنائي محمد علي منصر لاعب الاتحاد السكندري الجديد وزميله الحارس رضا سيد أول تدريباتهما مع فريق الاتحاد السكندري عقب انتهاء قيدهما بصفوف الفريق. ووقع الثنائي على عقود انتقالهما لصفوف الاتحاد أمس قبل غلق باب القيد باتحاد الكرة. يذكر أن الاتحاد السكندري قد خاض مرانا جماهيريا أمس بحضور الثنائي والذي شهد ترحيبا من جانب الجماهير الداعمة للفريق قبل مواجهة الإسماعيلي والمقرر لها غدا السبت. أنا الالتزام دايما بتعلم ببص لقدام بجري مش بس عشان حياتي بحب الكورة بطير بحلمي وعندي هدف متابعة أخبار الألعاب الأخرى. حيث قال ياسر صلاح المدرب العام للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي للسيدات أن الفريق يستكمل فترة إعداده بخوض تدريبات يومية بالإضافة إلى تدريبات على الرمال في أحد الجبال بطريق بلبيس والذي يجريه الفريق 3 مرات أسبوعيا. وأضاف صلاح أن الفريق سيبدأ خوض المباريات الودية الأسبوع المقبل استعدادا للموسم الجديد والمقرر انطلاقه في 7 أكتوبر المقبل. وتابع صلاح أن الفريق سيخوض عدد من المباريات الودية حتى 2 أكتوبر القادم قبل بداية الدوري بخمسة أيام. نظم جهاز ألعاب القوى برئاسة ياسر داوود دورة تنشيطية داخلية بين لاعبي ولاعبات الفرق للمراحل السنية من تحت 16 سنة وحتى درجة الأولى في عدد من المنافسات على ملاعب المركز الأولمبي. جاءت إقامة الدورة في إطار الاستعداد لمنافسات بطولة كأس مصر وحرصا من الجهاز الفني على اختيار أفضل مجموعة بالأرقام لخوض منافسات الكأس. قال إيهاب الألفي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات إن الفريق سينتظم في معسكر بالإسكندرية لمدة 3 أيام في منتصف سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد والذي من المقرر أن ينطلق في أكتوبر القادم. وأضاف الألفي أن الفريق سيخوض 3 مباريات ودية خلال المعسكر أمام سموحة سبورتينج الأولمبي أيضا من أجل الإطمئنان على الجوانب البدنية والفنية لدى اللاعبات. وأشار الألفي إلى أن صفوف الفريق ستكتمل خلال التدريبات عقب عودة اللاعبات نور طلعت علي وهالة مصطفى ورنا عبد الظاهر من المشاركة مع المنتخب في بطولة أفريقيا.
قصير ونعود إلى متابعة الجولة العالمية. جولة في الملاعب العالمية، حيث صرح كريستيانو رونالدو لاعب فريق ريال مدريد الأسباني أنه باق مع الملكي، والذي وصفه بأفضل فريق في العالم. وأضاف رونالدو أنه مستمر مع الريال آملا في اعتلاء منصات التتويج أكثر وأكثر بعد موسم مثالي نال فيه النادي لقب دوري أبطال أوروبا. وكان رونالدو قد ألمح من قبل بإمكانية رحيله عن النادي الملكي بعد اتهامه في قضية تهرب ضريبي، وتخلى نادي ريال مدريد عنه على حد قول بعض التقارير الصحفية. أعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الأسباني أن لاعب الفريق إسكو سيجدد تعاقده مع النادي الملكي قريبا. وقال بيريز لإذاعة كادانا سارا الأسبانية أنه تم الاتفاق مع اللاعب على كافة الأمور، وسيتم الإعلان عن تجديد عقده قريبا. انضم إسكو لريال مدريد في عام 2013 وتوج معه بأحد عشر بطولة حتى الآن. متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية. البداية من الجمهورية، الأهلي يسعى للاحتفاظ ببطولة الدوري. من المساء، أحلام باكاماني مع الأهلي بدون حدود. ومن الوفد، علي معلول يغيب عن ميران الأهلي. من المصري اليوم، أزارو يعود ويشارك في التدريبات الجماعية للأهلي. ومن الوطن سبورت، أشعة جديدة لمؤمن زكريا عقب موقعة الطلائع. ومن الشروق، الأهلي يبحث عن اللقب رقم 40. من البوابة نيوز، الأهلي يتدرب في الخامسة مساء غد استعدادا للجيش. ومن فيتو، الأهلي يعسكر قبل موقعة الترجي التونسي ب 48 ساعة. وفي الجول، الفحص الطبي يحدد موقف معلول من لقاء الأهلي والجيش. من يورو سبورت عربية، البدري يراهن على 4 أهداف أمام الطلائع. إلى هنا تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله.